قفل بوحيل هاي وكبر هاي وحمانت وانت ضبط كم هاي معلن دخامين لقى حسابنا وكفر ديا وون كبر هاي مفهوم هادو إسك إنت ترى إنت مجمل معلنت وانت قد كان يقلنا معناها يشاك إن لقى حسابنا دول بمقدش الله بضع بقولي يصدح ذا بقولي كنا شوكتة عضيسة ملحوين النوعية دورنا يعني ملحوين يصدح ذا بقولي كنا دورتنا بس يلعب حكومة مقرو حكومة ما مامور قبل هذه هذا خاتم حكومة يا ولا المقعية قري غيرت اسمه عيسى ودول والله ولا أردت هذه دون سود وين يا لكن دور شقف في عضا هنا كده على قروه ومد دولة وصل قصة دورنا ومد هذه هذا حبون وحنا رجينا يا هنا سحر يا حلالة هاي هو قاعد دورا أنا جا وعائلتها هاي مقدشية وكل دويهين هذه الدولة وصلت دورنا هذه مدحون نمد على دورنا ولا المقدشة وكلية تلقى الصومالية معها سيلعب الصومالية هرجيسة الصومالية بربرة الصومالية جروة الصومالية بالكعية الصومالية تشبلان بالصومالية كونفرق البيت بالصومالية لما لاسعانو بالصومالية مكاني جو حيلتها هاي سديد يتوبن كي مامور قبلت برلمان بيسو دورتين برلمان كي سو دورتين نو حفريان قلها برلمان برلمان كي لسو دورتين مامور قبلت يد سو دورتين بمدحوينا دورتا هدي مقدشو كلية مدحوينا دورتها وحين قرصة مقدشو كلية الصومالية نقرصة لما وطن كار وطمك على جوجاي بين المغرينا أنا ما حنا مسنا دور شقف في عدا الصومالي وحكير قل الدوتا مركب ما سديد يتوبن كم مامور قبلت دت كده وعديان عد كديتان قفي عض هاي دورتان إمكا الدنيا ده واحد حكومه ويو إنك يو إنك بقولي كونت السنة بقولي لا صد السنة أي الدنيا ده حكومه عين بقولي صد كاس سنة الدنيا ده حكومه عين دولة ده بدن بيسويهن سوماليا وحال النظام كبرلمان تريقة أمبا كهير قال كرا وكتشير كرا نظام كبرلمان تريقة أمبا أنا وحلو قد دورة كرا مدحوينا لو قد دورة كرا برلمان كرا دورة كرا هدي دور شقفي عدل بمقدش الله بضع بقولي يصدح ذا بقولي كنا شوكتة عضيسة ملحوين النوعية دورنا يعني ملحوين يصدح ذا بقولي كنا دورتنا بس يلعب حكومة مقرو حكومة ما مامور قبل هذه هذا خاتم حكومة يا وين ودي بخاتم أنا دي بقول سؤال لأنه وين جاك خاتم أنا ودي قلنا أنا دولة قارئ نقول ما كان روح عن ليه دور شقف يعضع هو الرأي جاي يا دور شقف يعضع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إحنا عبد الله حسن الله الدورش ده خوف يعدو مت أدي أدو في عن واي معناه خوف بن آدم كا معناه مال مر بعد الدورش إماته خليه يروح نسكت برضو على في عن واي لكن حاد عن بيش خوف بن آدم كا عد سجيز معناه إنه دي تامينه والله أنا كده عدني أدي أدو جعلنا الله مثلا إنك استلم خدش أنا ما حيت الصعود ذكر أي كور عايا إنك ما تلاش أوب لكن سو مال إني ما درت ضبطه وحيد بكتير تابني الدورش خوف يعد مر كنا قطه خوف في عن كل ذكر أي جا بطلوا الشيء جاي معنا عيال مخدش دد معالم وما فهمت dad xabbada kusoo kor waay dad iska war haay waay laakiin wixii dantood ku jir dadkan way ogiyeen oo waxa waa dad iska indhi tar waay marka dadkan wixii naftooda roo ee ka og walaal aan guriga kusoo tag madaxweena doornay hadii la idhi laa horta midka wax qabanaayo gal wax qabadkiisa fiican tahay shacabkii wal ogiyeen laga war haayo qofkaas oo kala xamaamada uu shiblaano ama khabil iyo waxba ku doorneen macna laf aan ka dhash xataa dib soo jeedo oo qofkaas qof xun yahay xataa calaamad ugu mutuuraa because of maalinta qiyaam waxa waa kaliye gud galan fant qof marka dadka dhibaateena oo calooshi shaqeysanay ina amaamada ku tuura qabiil ku taageer maanta waxa sax soconaa maanta Soomaalinimada naftirkeed waxa ka sii sare islaamnimada diintiisa oo diinta uu ku qadarinayo kale xaqa uu ku wadacnaa ogtahay kadib islaamnimada markii lagu soo dugo kale Soomaali isku ma kara mugta laakiin mid uu xiin badanaa waxa taa boorta islaamnimo taani uu ku laadlo ahma ahanteen inkastoo wiliga aan xil soo aqoon maanta deeliga dhow lagu doornayaa koow ninku uu horey kutubka suuratul bakhr gacan gelina aan waan fahanta marka meesha kasoo dhamaado oo ii sheegay meesha aan lagu talgalo afriisto kale xilka aqabto horta nin walba waxa ilaahay horta skintiis hoos u ka wataa laakiin waxa qalad ee baasha waxa waa barxi ka badayno in lagu sii socdo qalad baasha way jirtaa mal mar shaafto ala gashtaa laakiin haya cad adeen qad oo lagu sii ogaado xanuunkeeda leedahay marka waxa dhila dadka madaxda baasha slubta hor sii jiro ku sii socdaan gadaal ay u soo dagtaan adeela kulay Soomaali waa Soomaali dad walaalana waxa adduunka waa laga tagaya qofal booxil haayo ka war haayo wuxuu maanta oo inta dadkan waxa maalinta qiyaamin laga xisaabinay wuu ku fadhiyaa wuu ka war haayo ma fahanta haduu iska indhi tiro cid moogmal maanta inta gudka la gelinayo macnaha ay sheekeen laga xisaabin doon dad kale talahaanu lacag oo istabcaayo dawxaan oo taaganay maanta wuxuu ka qaadanayaa karfan aanan jeeb leen ma fahanta wuu ka war haayo waxaasna wuu ku fadhiyaa kulli asii aakhiradiis waa kulli ana hadalka laa waa maalinta wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram, TikTok, YouTube, ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV. Hadii aad hayso
talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa whatsapp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@cabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeena www.cabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. CAB TV waa kaabaha bulshadeena.